اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في حلقتنا النهارده. ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره الصحفيه اللي بنحلل فيها اهم واخر المنشطات المتصدره للمشهد الصحفي. بيسعدنا ويشرفنا وينورنا ان يكون معانا عبر الهاتف الاستاذ ابراهيم الدراوي، الكاتب الصحفي. استاذ ابراهيم، بنرحب بحضرتك وصباح الفل. صباح الخير يا استاذ اندرو، اهلا وسهلا عليك وعلى الاستاذ. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. خلينا استاذ ابراهيم نروح لاول منشط متصدر كل الصحافه، والمنشط على لسان رئيس السيسي بيقول: تلقيت باهتمام بالغ مجموعه من مخرجات الحوار الوطني. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني التي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وقال الرئيس السيسي في تدوين على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني التي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور، وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان، وأؤكد إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية. أستاذ إبراهيم، يعني فكرة الحوار الوطني كان فيه تشكيك جدا كبير جدا قبل ظهوره، وكان يعني بعض المعارضين كان يقول لك إيه وبعدين مش هيحصل حاجة، هنعمل حوار وطني وهيطلع بمخرجات والمخرجات هتتحط على جنب، أو ورق المخرجات هيتركن على جنب. لكن الرئيس السيسي بيرد على كل هذه الأقوال النهاردة بهذا التصريح: باهتمام بالغ واهتمام كبير جدا بالحوار الوطني وبمخرجات الحوار الوطني بما يتوافق أو يتماشى مع صلاحياته الدستورية. إيه رأي حضرتك في هذا التصريح، وإيه رأي حضرتك في الحوار الوطني بشكل عام؟ يعني خلينا أبدأ من الحوار الوطني اللي أنا متابع ليه بشكل جيد. أنا حضرت جميع الجلسات الخاصة والعامة للحوار الوطني، سواء كان في الأكاديمية التدريب في الشيخ زايد أو في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بافتتاح المؤتمر بكلمة الرئيس في هذا المؤتمر للسادة المشاركين والجميع. يعني خلينا أقول لك، التشكيك ليس من ده، التشكيك كان في بعض المشاركين، والتشكيك كان يعني كان في ناس قاعدة وبتقول إن مش ممكن يحصل أي تقدم، مش بس المعارضين اللي خارج الدولة. يعني لا ده أنا بتكلم أنا سيبك من المعارضين اللي خارج الدولة، في هناك معارضين داخل الحوار الوطني بالمناسبة، ودي قمة الديمقراطية الحقيقية التي إن أنت تكون قاعد في قلب الحوار الوطني اللي دعا عليه السيد الرئيس، اللي رئيس أمناء وضياء رشوان، اللي يعني كل الحاجات دي، وفي الاخر تجد نفسك ان انت بتعارض حاجات وبتتكلم عليها وبتقولها بكل صراحه، وتؤخذ في عين الاعتبار داخل كواليس جلسات الحوار الوطني بالمناسبه. فده من اهم يعني مخرجات الحوار الوطني، ان هناك كان خلاف شديد في الحوار الوطني، كان هناك معارضه شديده داخل لجان الحوار الوطني، وفي صياغات الحوار الوطني بالمناسبه كانت هناك يعني شد وجذب، وده عايز كذا وده عايز كذا وده عايز، لكن في الاخر وفي النهايه يحدث توافق حقيقي على ما تم يعني تم تصعيده وعلى السيد الرئيس، وايضا السيد الرئيس اخذه بالمناسبه بمنتهى الديمقراطيه لاعادته لقوانينه وقانونيه تفريغ هذا الامر وعمله وتطبيقه على ارض الواقع. يعني احنا بنتكلم في عمليه ديمقراطيه حقيقيه، يعني استطاع الحوار الوطني ان هو يرسيها في الشارع المصري، في جلساته الحقيقيه، فيما يدور في الاختلافات داخل جلسات الحوار الوطني. فانا اعتقد ان الخلاف اللي كان موجود من بعض امناء مجلس الحوار الوطني، كان هناك بعض المخالفين للحوار الوطني وكانوا لا يعجبهم بعض الاراء في داخل مجلس الامناء. ننتقل الى الجلسات التي اختير منها واللجان التي اختير منها امين وامين مساعد ومجموعه كبيره من الاحزاب والقوى السياسيه والفاعلين في المجتمع والمعارضين للنظام في هذا التوقيت، وبعض المعارضين داخل المجتمع المصري. انا بكلمك على داخل جلسات وكان في الحوار الوطني، فبالتالي كانت هناك حاله من الديمقراطيه الحقيقيه داخل الحوار الوطني.
شيدت بالامس، وخلينا اقول لك ان كان هناك اعتكاف مثلا في الثلاث اسابيع اللي فاتت على جلسات مخصصه للامناء غير معلنه بالمناسبه، لكن لصياغ للامناء العامين والمساعدين للحوار الوطني، كل يعني خلينا نقول كل لجنه على حده بتعيد صياغه ما تم التوصل اليه من جلسات. كانت الجلسات استغرقت وقتا طويلا، وكل الناس كان معترضة على التوقيت، ان مجلس الامناء اجتمع حوالي سنة كاملة، واللجان بتجتمع لها حوالي ما يقرب من 4-5 شهور الان، وبالتالي الكل كان بيقول لك ايه الحوار الوطني الطويل ده، لكن اتضح ان طول الحوار الوطني افرز لنا مخرجات حقيقية تقول ان الدولة المصرية تريد اصلاح حقيقي، تريد اصلاح ديمقراطي، تريد سن قوانين حقيقية للخروج من المآزق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأحزاب والقوى السياسية، وتفريغ الحالة اللي احنا بنقول فيها ان يكون في حالة حقيقية وحالة رواج قبل الانتخابات الرئاسية بالمناسبة. وده عبقرية الحوار الوطني، ان انت يكون عندك ديمقراطية حقيقية من الحوار الوطني تنطلق الى الانتخابات الرئاسية، ثم بعد ذلك تأتي الانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ ومجلس النواب ومحليات. والكلام اتكلم في جلسات الحوار الوطني الخاصة خاصة الاحزاب والقوى السياسية عن المحليات بالمناسبة وانتخابات المحليات، واعتقد ان السيد الرئيس عندما يحول هذه الاشياء يحولها الى اخذ تشريعات، واحنا كلنا بنقول ان السيد الرئيس ليس من صلاحياته هو، وهل قال ده كده بتصريحاته، قال سأتابع ما يعني يملي عليه القانون والتشريع بالظبط طبقا لصلاحياته الدستوريه. هي دي بقى قمه العبقريه في صياغه كل اللي حصل، بمعنى ان احنا في حاجات هتروح مجلس الشيوخ، في حاجات هتروح مجلس النواب، في حاجات هتروح لمجلس الوزراء، في حاجات هتطلع للمحليات والمحافظين، وكل واحد هيبدي فيها رأيه قانوني، ثم تعود مرة أخرى للسيد الرئيس لإصدار القرارات والتوقيع عليها. وبالمناسبة ليس هناك خطوط حمراء في الحوار الوطني في طرح أي شيء بالمناسبة، إلا بعض الأشياء الخاصة بالأمن القومي بحاجات خاصة، يعني فعلا هي ما فيش، ما ينفعش تعلن لان دي قرارات يعني في دواليب الدوله، خلينا نقول، وقرارات سياديه في دواليب الدوله لا يستطيع. الحقيقه فعلا يا فندم حتى كل الجلسات سواء سياسيا او اجتماعيا او اقتصاديا، كل الجلسات هي جلسات مفيده، ما هياش جلسات كده بس لمجرد الشو او لمجرد المنشطات الصحفيه. لا، الحقيقه انه في قضايا حقيقيه مهمه جدا بتهم المواطن بشكل يعني بشكل شخصي، بيتم مناقشتها وبيتم يعني اخراج مخرجات مهمه جدا من هذه الجلسات. خلينا استاذ ابراهيم نروح للخبر اللي بعد كده. الخبر اللي بعد كده، اثناء زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مدينه السلوم، قال ما فيش مكان في مصر لم تصل اليه يد التطوير والتنميه. قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان كل مشروع يتم تنفيذه في مطروح له انعكاس على اهالي المحافظه، متابعا نعمل منذ 8 سنوات على امتداد الدولة المصرية، ومفيش مكان في مصر لم تصل إليه يد التطوير والتنمية من أول أسوان إلى الأسكندرية. وأضاف السيسي خلال لقائه مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني أن الدولة تعمل بخطة ورؤية تجاه شكل 2030 وتجاه شكل الدولة المصرية ومكانتها واقتصادها حتى عام 2030. أستاذ إبراهيم، يعني عايز أكلم حضرتك في هذا الخبر في شقين. الشق الأول فكرة تطوير مناطق زي السلوم وسيدي براني ومطروح، والجزء الثاني فكرة ملاقات السيد الرئيس بأهالي مطروح وأهالي السلوم ومثل هذه المناطق، وانه يقعد معاهم ويفتح حوار معاهم ويسمعهم ويسمعوه، ويكون في حوار مجتمعي مشرف جدا لكل مصري. فايه راي حضرتك في هذا الاجتماع ما بين السيد الرئيس والاهالي، وايه راي حضرتك كمان في التطوير اللي بيحصل في هذه المناطق؟ يعني خلينا بداية التطوير في البداية، ونتحدث فيما جلس فيه السيد الرئيس بعد ذلك. خلينا نتكلم في البداية في عملية التطوير الموجودة في مصر منذ 10 سنوات ماضية تقريبا. عملية التطوير في مصر في الفترة الماضية خلينا نقول ان هي بتتعامل مع يعني اشياء على الارض، خلينا نقول ان هي بتتعامل مع مشروعات
لن نجد نتاجها في اليومين في هذه الايام، ولكن سنجد نتاجها بعد 10 و20 و15 و30 سنه. نجد الطرق والكباري وشبكه الطرق وشبكه الكباري. وانا بس عايز اقول لكل مواطن، حياه كريمه التي دخلت كل القرى المصريه، 4000 قريه مصريه دخلت حياه كريمه، دخلت فيها صرف صحي، دخلت فيها مياه، دخلت فيها في قرى لسه صرف صحي ما دخلهاش في حياه كريمه، ولكن قالوا لنا والمحافظين عندك تحدث معهم وبعض. وبالمناسبه في جلسات الحوار الوطني طرح هذا الامر، الجميع يؤكد والمسؤولين بياكدوا ان 2024 من الممكن الا تكون هناك قريه ليس لا يوجد فيها صرف صحي. اولا لا يوجد قريه النهارده ما وصلهاش الميه، لا يوجد قريه النهارده ما وصلهاش طريق ملبد مسافلت طبيعي تمر عليه السيارات اذا كانت داخله او خارجه. ده كله دي كلها مشروعات حقيقيه للدوله، لكن للاسف الشديد لن يراها المواطن في هذا التوقيت. ودي الازمه الحقيقيه ما بين ما تصنع الدوله بمؤسساتها اشياء تخص قواعد الدوله الحقيقيه ورفع كفاءه الدوله نفسها او رفع كفاءة المواطن. كلنا عارفين ان الازمة الاقتصادية تطول العالم، عندنا ازمة اقتصادية ما جراء كورونا، ودي كانت كارثة حقيقية ليست على مصر ولكن على العالم. الامر الثاني الحرب الروسية الاوكرانية والتي طالت اوروبا بازمتها بحقيقيتها. السيد الرئيس النهاردة لما يلتقي شيوخ القبائل واهالي مطروح وبيروح لاهالي سينا وبيروح لاهالي الصعيد وبيروح لمؤتمر الشباب وبيقابل الشباب ويقابل الناس في الشارع، وما تجد ان هو كل فئات المجتمع الحقيقه يا باشا. انت حضرتك دلوقتي انت متخيل ان الرئيس وهو ماشي بينزل مش من عربيته ويسلم على الناس، ودي بيبقى عمليه يعني دي طبيعيه بالمناسبه، وده امر اعتقد انه بيعطي ثقه للسيد الرئيس في الشارع المصري، والناس فعلا بتعبر عما بداخلها امامه. ودي امر احنا شفناه في جميع اللقاءات، سواء كانت اللقاء المرتب ليه زي لقاء القبائل وزي الناس اللي هناك في سينا وفي مطروح وفي غيره ما بيقعد معاهم، او لما يكون بيصلي في حته او نازل يفتتح حاجه وتبص تلاقيه راح ونازل ويقابل الناس في الشارع وهم واقفين. الحاجات دي كلها يوم الجمعه يوم كذا بتجد الرئيس يروح داخل على اي حد وهو قاعد، دي كلها انت بتشوف وقتها كيفيه النظرة للمواطن المصري للرئيس بتاعه، يعني بالتأكيد. هي دي الرؤية الحقيقية. فبالتالي عندما نتحدث عن ده كله نجد ان احنا عندنا ازمة اقتصادية، ايوه عندنا ازمة اقتصادية، نعاني من الغلاء، نعاني من الغلاء، نريد الدولة ومؤسساتها ان تتابع هذا الغلاء وبشدة وتضرب على يد كل من يلعب بمقدرات هذا البلد، نعم. لكن في الاول والاخر ان احنا لما بنقول ان الدولة المصرية تتعافى، لا، الدولة المصرية تتعافى، الدولة المصرية افضل بكثير من دول مجاورة، افضل بكثير من دول عربية كانت لديها يعني ثروات طائلة. احنا كنا فقراء وما زلنا الى حد الان فقراء وبنعاني، وافضل من سنوات مضت برضو يا استاذ، يعني طبعا هي العملية مرة علينا حاجات كتير. انت لو هتقيم موضوعية بالمناسبة، مفيش قرية النهاردة مفيش طريق بتعمل فيها اعادة له، سواء كان في صرف صحي او في حاجة او يعاد الدولة. انت بتتكلم النهاردة، انا ادعو اي مواطن ان هو ينزل من بيته لأسوان ان ما وجدش 30-40 مشروع شغال للدولة في هذه الطرق شرقا وغربا. اعتقد ان احنا الطرق في الدائري شغال، في لو انا بتكلم على القاهره، انت بتتكلم ان انت دلوقتي الطرق والكباري وشبكه الطرق اللي اتعملت تربط القاهره بعضها ببعض، انت الاول كنت من 10 15 سنه كنت بتنزل التحرير مثلا من التجمع تقعد لك ساعتين ثلاثه، النهارده ثلث ساعه تلاقي نفسك على 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 في قلب نيل القاهره امام برج القاهره في ثلث ساعه، انت كنت بتاخدها في عربيتك الخاصه تقعد ساعتين ثلاثه، وازمه سوق السيارات وما فيه ومن العاشر وكله، هذا أصبح حالة انسيابية في المرور من أي مكان تدخل فيه تطلع على قلب التحرير ووسط البلد، تلت ساعة من الدائري، تلت ساعة من محور المشير، ساعة إلا ربع من الطريق العادي اللي كنت بتروح فيه بساعتين ثلاثة. دي كله أعتقد أن المواطن البسيط يراها، لكن المشكلة عندنا كمواطنين بنعاني من خلينا نقول الغلاء واللي يحدث فيه، وده الدولة مسؤولة عنه بالمناسبة،
وانت لو تابعت كل لقاءات السيد الرئيس مع المسؤولين المصريين تجدهم ياخذ بيدهم على ضبط الاسعار وعلى عدم اللعب بالمواطن. واتكلم في هذا الموضوع امبارح فعلا وقال انه احنا بنحاول نحارب الغلاء، بس هو يعني مش في ايد الدوله على قد ما في ايد تجار وفي ايد المصانع وفي ايد يعني كلنا لازم نعمل بيد واحده، ما ينفعش حد يكون ماشي في اتجاه واحد. خلينا نقول حرب الغلاء في مصر هي عملية أخلاقية حقيقية تبدأ من المواطن نفسه وتنتهي بالحكومة، ولكن مراقبة الأسعار هي قولا واحدا على الحكومة، وعندنا هيئة مخصصة بذلك والدولة وضعتها، لازم أن هي تراقب الأسعار وتتابع هذه الأسعار وتتابع الناس، وأن يكون هناك أسعار محددة. لا ينبغي علينا أن احنا نسيبها كده لجشع التجار، بعض التجار بالمناسبة مش كل التجار، هناك تجار بالمناسبة يعني تجار وطنيين لا يكسبون بهذا الأمر بهذه الصورة وبهذه الطريقة، لكن هناك أزمة، هناك أزمات، الدولة تتابع هذا الأمر. مخرجات الحوار الوطني خير دليل، المخرجات الحوار الوطني اللي حضرتك لسه بتكلم عنها من شوية بتقول إن احنا سنتابع في جلسات عامة وجلسات خاصة على السواء غلاء الأسعار وكيفية الخروج منه وكيفية الإدارة الأزمة الاقتصادية اللي تعانيها مصر بالمناسبة، ولم تخجل إدارة الحوار الوطني إن احنا بنقول في أزمة اقتصادية تعانيها مصر، ودي من قيمة المخرجات الحوار الوطني إن احنا عندنا ديمقراطية حقيقية، بنقول الأزمة عندنا عندنا أزمات، عندنا كذا عندنا كذا، لكن لابد أن نضع إيدينا على هذه الأزمات وننطلق بها لإزالة هذه الأزمات من المواطن المصري بالتأكيد. من أمامه أستاذ إبراهيم الدراوي الكاتب الصحفي، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة وهذه التحليلات، ودايما بنكون سعداء بتحليلات حضرتك معنا. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج صباح مي، احنا بنشكر حضراتكم جدا، وان شاء الله يومكم دايما يعني كله مشرق ومبسوطين ومحققين كل احلامكم، ودايما يومكم في سلام. أبشكر زميلي خلف الكاميرات، وبشكر حضراتكم جدا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء في حلقات قادمة. هذا البرنامج برعاية